فأول وصية أوصي بها إخواني الصائمين أن تستمروا على ما كنتم عليه من الخير في رمضان. فيا معشر القراء لا تتركوا القرآن، ويا معشر الصائمين لا تتركوا الصيام، ويا معشر القائمين لا تتركوا صلاة الليل، ويا معشر المصلين في المساجد لا تقولوا لبيوت الله هذا فراق بيننا وبينكم يا بيوت الله، وإنما استمروا على الطاعة وأقبلوا، فمن كان محسنا فليزد إحسانا، ومن كان مقصرا فليتدارك نفسه ما دام أن الله قد أعطاك بقية في عمره. نعلم أن بعضنا قد قصر في رمضان أو ألهته الدنيا، لكن أعطاك الله عمرا وأياما لتعود إليه، فباب التوبة مفتوح في رمضان وفي غير رمضان، وباب الطاعة مفتوح في رمضان وفي غير رمضان، فأقبلوا على الله عز وجل سبحانه وتعالى. الوصية الثانية أن الصيام لا ينقطع بانقطاع رمضان، وإنما انقطعت الفريضة إلا من كان عليه قضاء أو نذر، أما صيام النافلة والسنن فهو موجود في طيلة العام. فأول سنة من سنن الصيام بعد رمضان صيام الست من شوال، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فلا يفوتك هذا الفضل. ثم يبقى صيام الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر ويوم عرفة ويوم عاشور إلى ذلك من الأيام المباركة الذي يستحب صيامها. أيضا مما نوصي أحبابنا وإخواننا المسلمين في هذا اليوم العظيم بصلة الأرحام والتسامح ما بين الجيران وصلة الإخوان والأقارب والأعمام، فكل إنسان يجب أن يصل رحمه وأن يتسامح ممن أساء إليه، فهذا اليوم يوم خير ويوم فرح. فصلوا أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فصلوا أرحامكم، وأول الرحم الوالدين، ثم الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغير ذلك من الأقارب والجيران، فصلوهم وأحسنوا إليهم. أحسنوا في هذا اليوم إلى عمالكم وخدمكم، أحسنوا في هذا اليوم إلى أولادكم وإلى أهليكم، أدخلوا عليهم الفرح والسرور، فهو يوم فرح للصائمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، هذه هي الفرحة، والفرحة الأخرى هي عند لقاء ربه. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذه الفرحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. ومما أوصي إخواني الكرام في مثل هذا اليوم المبارك، وهو تفقد جيراننا، تفقد المساكين، تفقد المحتاجين، تفقد أقرباءنا في الدولة أو خارجها، فصلوا البر وكونوا كما كنتم في رمضان من الجود والخير والعطاء. فليس من حق المسلم أن يفرح وجاره حزين، ولا أن يشفع وجاره جائع، وإنما المسلم للمسلم